بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا نجم مصر ونجم النادي الأهلي الإعلامي المميز كابتن هيثم السعيد وضيوفه الكبار نجوم الجيل الذهبي كابتن محمد السلعاوي وكابتن طاهر رجب. مشاهدينا الأعزاء عشاء كرة السلة في كل مكان وعشاء النادي الأهلي، لكم تحياتي معلقكم الرياضي دكتور وائل أبو العزم، حيث يسعدني أن أنقل لحضراتكم الوصف والتعليق على مباراة كرة السلة بين فريقي الأهلي والجزيرة في إطار الجولة رقم 12 لتحديد المراكز من الأول للثامن للدوري سوبر رجال. بيمثل النادي الأهلي عمرو زهران، عمر عزب، إيهاب أمين، عمرو الجندي، سيف سمير، مودي الجرحي، محمود وليد عبد المحسن، أحمد مهيب، مايكل تومسون، محمد أبو النصر، عبد الله ناصر، عمر طارق، والإدارة الفنية مستر أوجستي ومعاه كابتن أحمد الجرحي وكابتن رامي الدياستي وأحمال كابتن محمد الشيحي والمدير الإداري كابتن طارق الغنام والإداري دكتور وليد الخراط. أما العلاج الطبيعي دكتور هيثم عاطف والطبيب دكتور محمد جاد، مهمات كابتن حامد الكاس. أما الجزيرة بيمثله علي خيري، عبد الرحمن الجندي، رميح سامح، إسلام علي، وليد عبد الجواد، دوغلاس بيهرينج، عاصم الجندي، طارق ممدوح، أحمد هشام، مصطفى شعوت، محمد عبد الرحمن جيزة، أحمد سامي، والإدارة الفنية مستر ريكاردو ومعاك كابتن أحمد صقر وكابتن ألفارو بارادايس وأحمال كابتن مروان عادل ومدير إداري كابتن أشرف سعيد، إحصائي كابتن محمد عصام خالد، والطبيب دكتور محمد طاهر، ومهمات الكابتن نبيل شحاتة. يحكم لقاء اليوم الحكام الدوليون الكابتن وائل صبحي والكابتن عمرو زايد والكابتن سامح منصور. يراقب المباراة الحكم الدولي كابتن وائل عبد الحي، وعلى الطاولة عبد الرحمن جاد الرب وحبيبة خالد بن عيسى وسلمى حمدي محمد علاء. بدأ اللقاء، الأهلي على يمين حضراتكم بزيه الأحمر والجزيرة على يسار حضراتكم بزيو الأزرق التقليدي، وكرة مع النادي الأهلي. تومسون في نص الملعب يلعبها ناحية الشمال لأبو النصر، أبو النصر بيحاول بيرجع تاني، يرجع لتومسون في نص الملعب وطويلة لسيف، يا السلام يا سيف، سيف سميرة على طول بيسجل نقطتين ويتعادل للنادي الأهلي 2-2. الجندي ده أحمد سامي، سامي بيحاول يعدي وبيصوب قصيرة في سن الحلقة، يلمها على طول إيهاب أمين، يخطفها منه أحمد سامي لجيزة لعاصم الجندي، عاصم داخل وبيصوب بيسجل عاصم نقطتين، يرفع النتيجة 4-2 الأهلي. سيف لإيهاب أمين، إيهاب لسيف في نص الملعب، إيهاب تاني يلعبها لتومسون لإيهاب اللي بيصوب في سن الحلقة من فوق، ترد الكرة على طول لمحمود وليد عبد المحسن اللي بيسجل نقطتين يرفع النتيجة ل6-4. هيرينج ودفع من هيرينج وهو بيتحرك لأبو النصر، على طول الكابتن وائل صبحي بيحتسب خطأ على المهاجم، هيستوجب إدخال الكرة من الحد الجانبي. على اللوحة 6 الأهلي 4 الجزيرة، وكرة مع تومسون، تومسون قافل عليه عاصم بيعدي قبل الثمان ثواني، يلعبها الناحية الثانية لإيهاب، إيهاب لتومسون في نص الملعب بيسقطها لسيف لإيهاب اللي بيصوب بتدخل الحلقة وتخرج تاني، وأوت سايد على النادي الأهلي. اوت لصالح الجزيره من الحد النهائي، بيلعبها الهيرينج، هيرينج بيقفل عليها ابو النصر، يلعبها لعاصم، وعاصم بيعدي وبيصوب في سن الحلقه من فوق، يلمها سيف سمير، سيف لتومسون، تومسون لابو النصر، أبو النصر بيعمل له ستار كده سيف وهو معدي، ولكن بيعكس نفسه يعدي الناحية التانية وعايز يسقطها لمحمود وليد، ولكن تتقطع الكرة ياخدها عاصم الجندي، عاصم بيوقف في نص الملعب يلعبها لهيرينج، هيرينج قافل عليه أبو النصر بيعدي منه ويصوب في سن الحلقة من فوق، يلمها مصطفى شعوط ويطلع ويسجل نقطتين يرفع النتيجة ل6-6. إيهاب أمين بيعدي نص الملعب يلعبها لسيف لإيهاب تاني لتومسون، تومسون بيشاور لهم كده على الخطة اللي هيلعبوها، بيطلع له سيف بيعمل له ستار،
ويصوب في سن الحلقة، ياخدها على طول سيف سمير ويحاول تخبط في الحلقة من فوق وترد، ياخدها شعوط لهيرنج الجيزة، بيعدي جيزة نص الملعب لأحمد سامي ناحية الشمال، أحمد سامي قافل عليه محمود وليد وبيحاول يعدي منه ولكن بيقطعها منه، ياخدها سيف ليه تومسون، وتومسون جنبيه وليد، وداخل وليد، وداخل وليد ما ينجحش في التسجيل، تروح الكرة للجزيرة وخطأ الشخصي على محمود وليد عبد المحسن. ست دقايق وستة ستة. فاضل ست دقايق على أحداث الفترة الأولى. هيرينج لجيزة في نص الملعب، جيزة بيسقط الكرة لهيرينج اللي بيصوت تخبط سن الحلقة من فوق وتترد، ياخدها تاني وهو على الأرض، يقطعها منه أبو النصر، أبو النصر السيف لتومسون، تومسون يلعبها لإيهاب، إيهاب لسيف يقطعها جيزة، وداخل جيزة، داخل جيزة ويطير عليه إيهاب يطلع الكرة خارج الملعب، أوتسايد أوتسايد لصالح الجزيرة من الحد النهائي. هيرينج هيطلع الكرة يلعبها لأحمد سامي، سامي بيلف وبيحاول يصوب ولكن في خطأ شخصي بيحتسبه الكابتن سامح منصور، هيستوجب رميتين حرتين، خطأ شخصي على محمود وليد عبد المحسن، الخطأ الشخصي الثاني. محمود وليد عبد المحسن مصعد من العشرين سنة، لاعب مميز بيخرج وبينزل عمرو الجندي، بيصوب سامي في سن الحلقة، هيصوب الرمية الحرة الثانية، ينجح تسجيل الرمية الحرة الثانية السبعة الجزيرة ستة الأهلي، والكرة مع تومسون، إيهاب أمين، إيهاب قافل عليه عاصم الجندي بيحاول يعدي منه وعدى منه فعلا وداخل بيطلعها بره لعمرو الجندي، وتصويبة ثلاثية، ثلاثية عمرو الجندي، يا ثلاثياتك يا جندي، تسعة سبعة، والكرة مع عاصم، عاصم لأحمد سامي، سامي الجيزة لعاصم اللي جيزة تاني في نص الملعب وفاضل سبع ثواني على زمن الهجمة، وجيزة بيحاول يخترق بيصوب بعيد عن الحلقة يلمها عاصم ولكن بتنتهي زمن الهجمة، بتنتهي زمن الهجمة دون فاعلية، بينجح دفاع الأهلي يوقف هجوم الجزيرة، عمرو الجندي قافل عليه احمد سامي بيعمل له ستار سيف سمير، بيعدي شعوط بيقفل عليه بيديها لإيهاب لعمرو تاني اللي بيصوت بتخبط في سن الحلقه من فوق يلمها ابو النصر لتومسون، تومسون ليه سيف ولكن بتخبط في قدمه كده وترد على طول للجزيره، هيرينج لاحمد سامي لعاصم الجندي، احمد سامي بيصوب سامي في سن الحلقة يلمها إيهاب أمين، بيصوب إيهاب في سن الحلقة من فوق يلمها سيف سمير، سيف قافل عليه شعوط بيحاول يلف كده وبيسحبه واحدة واحدة ولكن خطأ الشخصي على مصطفى شعوط، سيف بيحاول يرجع كده بظهره ويدخل عشان يبقى قريب من الحلقة ويلعبها خطافية ولكن شعوط بيرتكب معاه على طول خطأ شخصي. بيخرج محمد ابو النصر بينزل عمر عزب وبيخرج شعوط وبينزل رميح، سيف لتومسون، تومسون يلعبها لعمر، عمر لعمرو جندي،
داخل الجندي ويصوب الجندي وياخد خطأ الشخصي برميتين حرتين. كابتن عمرو زايد بيحتسب خطأ الشخصي على أحمد سامي، هيستوجب رميتين حرتين. خرج أحمد سامي ونزل مكانه شوكت. أقول لحضرتك ونزل مكانه طارق ممدوح. الجندي هيصوب بينجح بالتسجيل ليرفع النتيجة ل 10-7. والكرة مع هيرينج. هيرينج قافل عليه عمر عزب، يلعبها لاحمد هشام لهيرينج تاني. هيرينج داخل هيرينج وبيصوب عكسيه، ولكن خطا الشخصي. هنشوف كابتن سامح منصور حاسبه على مين. خطا الشخصي على عمر عزب. رفع ايده عمر بيعتذر. هيرينج بيلعب الكوره لاحمد هشام لرميح، داخل رميح لاحمد هشام ويصوب احمد هشام وفي سن الحلقه، ولكن كابتن وائل صبحي بيحتسب خطا الشخصي، هيستوجب رميتين حرتين. احمد هشام هيصوب الرميه الحره الاولى. بينجح في التسجيل يرفع النتيجه ل 8-10. هيصوب الرميه الحره الثانيه. ما ينجحش في تسجيلها، لمها عمرو الجندي لإياب امين. يقابل تومسون في نص الملعب، يلعبها لإياب. إياب بيعدي الناحية التانية، داخل إياب الزون مفتوح، يرجعها ورا لتومسون لعمرو الجندي اللي بيصوب قصيرة، تروح على طول لأحمد هشام. أحمد هشام لهيرينج لجيزة في ظهره، ولكن بيلحق بيقدر يسيطر على كورته. عمر عزب قافل عليه وجيزة بيقف في الهواء ويصوب، يلمها عمر عزب ياخدها جيزة تاني. وتصويبه من طارق ممدوح اللي بيسجل نقطتين يرفع النتيجه ل 10-10. عمر عزم لإيهاب. إيهاب بيحاول يعدي لعمر عزم تاني الناحيه التانيه، ولكن رميح بيطير على الكره وياخدها ويصوب رميح في سن الحلقه. يلمها ايهاب يخبطها في جيزه عشان تخرج، ولكن تروح لسيف ليه تومسون. تومسون يا سلام يا تومسون، يا سلام يا تومسون، يا سلام يا سيف من خرم ابره، باصه جميله لسيف سمير بياخد الكره ويسجل نقطتين يرفع نتيجه 12-10. احمد هشام هيرينج في نص الملعب، لعبها طويله للرميح تخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. بيخرج جيزه وبينزل وليد عبد الجواد من الجزيره، وبيخرج سيف سمير وايهاب امين، وبينزل احمد مهيب وعبد الله نصر. تومسون احمد مهيب عبد الله ناصر قافل عليه احمد هشام لتومسون، يطلعها بره ولكن بتلمس ايد رميح وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. بيسيبها عمرو الجندي بيلمح اللمسه بتاعت رميح على طول، سابها خارج الملعب اوت سايد عشان ينظم صفوف. عمرو الجندي لتومسون بيصوب تومسون في سن الحلقه. عمر عزب يطلع بكورته ينزله تاني للجندي.
للجندي. الجندي بيعدي يلعب على عبد الله نصر تحت الباسكت، يطلع عبد الله يسجل نقطتين على طول يرفع النتيجه ل 14-10. دقيقه و19 ثانيه على نهايه احداث الفتره الاولى، والكوره مع الجزيره. هيرينج، رميح يلعبها لطارق ممدوح، وخطا شخصي. كابتن عمرو زايد بيحتسب خطا شخصي على عمر عزب، هيستوجب ادخال الكره. لا، ده الخطا الشخصي الخامس على الاهلي، هيستوجب رميتين حرتين، وده الخطا الشخصي الثاني على عمر عزب. رميتين حرتين، هيرينج هيصوب الرمية الحرة الأولى. بينجح في تسجيل الأولى 11-14. هيصوب الرمية الحرة الثانية. بينجح في تسجيلها وبيغير وبينزل مكانه علي خيري. 12 الجزيرة 14 الأهلي، دقيقة 6 ثواني على نهاية أحداث الفترة الأولى. عمر عزب لتومسون، تومسون لعمر عزب، مستني يعدي نص الملعب، بيديله تاني في دايرة المنتصف، بيعمل له ستار وداخل على الباسكت، داخل على الباسكت ويسجل نقطتين. تومسون يرفع النتيجة ل 16-12. وليد عبد الجواد بيقفل عليه عبد الله ناصر، بيعدي منه ويلعبها الرميح تحت الباسكت، بيسجل نقطتين يرفع النتيجه 14-16. في ايقاف للساعه كابتن وائل صبحي، وفي تنبيه للرميح بيقول له سيب الكوره بعد الباسكت. تومسون يلعبها للجندي لعمر عزب، عزب بيعدي داخل، عزب يسقط الكرة الناحية التانية لتومسون، تومسون هيخترق وياخد خطأ الشخصي. هنشوف قرار الكابتن وائل صبحي، خطأ الشخصي من خارج الملعب، خطأ الشخصي من خارج الملعب. عشر ثواني على نهاية أحداث الفترة الأولى، والكرة مع تومسون هيطلعها لعمر عزب لتومسون تاني، وخطا الشخصي على احمد هشام. خطا الشخصي على احمد هشام، شايفين انفعال كده من كوتش ريكاردو لاحمد هشام. ده الخطا الشخصي الخامس على الجزيرة. رميتين حرتين، بيصوب تومسون الأولى ما ينجحش في التسجيل. هيصوب الثانية، بينجح تسجيلها يرفع النتيجة ل 17-14. خمس ثواني وتصويبة قصيرة مع نهاية أحداث الفترة الأولى. أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، عشاء الفانيلا الحمراء وتقدم النادي الأهلي 17-14 الجزيرة. دقيقتين راحة ونرجع لحضراتكم مع أحداث الفترة الثانية. وليد أوتسايد لصالح الجزيرة، وليد بيسيبها لطارق يطلع الكرة، طارق ممدوح يلعبها لشعوط، يقطع الكرة عمر عزب، وداخل عمر عزب، داخل عزب، داخل عزب، يا ومحاولة ولكن خطأ شخصي. كابتن وائل صبحي بيحتسبه برميتين حرتين. يعني يمكن عزب عمل حساب كده الديفنس شوية وهو طالع، ولكن استفاد منها خطأ شخصي برميتين حرتين. على ما يصوب عزب، كان في ثلاث مباريات النهارده، كان في سموحه والزمالك والاتحاد والتامين وسبورتنج والمصريه للاتصالات. الزمالك فاز على سموحه 83-78، والاتحاد السكندري فاز على التامين 96-84.
وسبورتنج فاز على المصريه للاتصالات بعد 2 وقت اضافي 112-110. فاضل طبعا المباراه الرابعه بتاعتنا النهارده الاهلي والجزيره. بينجح عزم في التسجيل يرفع النتيجه ل 19-14. والكره مع علي خيري. علي لوليد. وليد لطارق ممدوح اللي بيحاول بتخبط سن الحلقه يلم بقى شعوط. وشعوط خطافيه بيسجل نقطتين يرفع النتيجه ل 16-19. عمر عزم لإيهاب. لأحمد مهيب عفوا. لإيهاب. إيهاب بيصوب. إيهاب يا سلام يا إيهاب. يا سلام يا إيهاب. بيصوب إيهاب كده بروقان زي ما بيقول. يرفع النتيجة ل 21-16. علي خيري. لمصطفى العلي. علي يقف في الهواء ويصوب في سن الحلقة. يلمها عبد الله ناصر للجندي. الجندي طالع معاه احمد مهيب لعبد الله ناصر. يلعبها لا ليه؟ ايهاب امين. ليه الجندي؟ الجندي بيسقطها لناصر ولكن رميح بيقطعها في السكه تروح لوليد. داخل وليد بيلعبها بره تاني لرميح قافل عليه الجندي. ويصوب في سن الحلقه يلمها ايهاب امين لعمر عزب. عزب بيعدي الناحيه الثانيه بيسقطها لعبد الله ناصر تحت الباسكت يطلعها للجندي اللي بيصوب ثلاثيه. الجندي يا سلام يا جندي. الثلاثيه الثانيه لعمرو الجندي. وقت مستقطع بيطلبه المدير الفني للجزيره. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. واللعيبه بتتجه لارض الملعب. انا شايف كده في المنصوره بيتابع اللقاء ثلاث نواب معالي الوزير المهندس العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكره السله والمهندس هشام الحريري نائب رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس المنطقه الخمسه. لقاء شيق ومثير. وحتى الآن اللقاء ممتع. 24 الأهلي 16 الجزيرة. والكرة مع الجزيرة. علي خيري. علي قافل عليه عمر عزب في نص الملعب مستني رمح يطلع له. بيلعبها لشعوط ويقطعها على طول إيهاب أمين. وداخل إيهاب يا سلام يا إيهاب. يطير إيهاب ويسجل نقطتين يرفع النتيجة لتقدم النادي الأهلي 26-16. وليد داخل وليد وخطأ الشخصي بيحتسبه الكابتن وائل صبحي. خطأ شخصي على عبد الله ناصر هيستوجب رميتين حرتين. في تغيير
نزل هيرنج وخرج علي خيري من الجزيره وشايف جيزة بيستعد للنزول وبيصوب الاولى. وليد بتخبط سن الحلقة هيصوب الثانية. سن الحلقة يلمها عبد الله ناصر على طول لإياب. إياب لعزب. عزب بيعدي نص الملعب بيلف ناحية اليمين الجندي في نص الملعب بيطلع له إيهاب أمين بياخد منه الكرة ويصوب إيهاب سن الحلقة من فوق تروح لشعوط لهيرنج لطارق لهيرنج تاني في نص الملعب من ناحية الشمال قافل عليه أحمد مهيب خلاه يطلع الكرة بره يعني من الديفنس القوي أو المدافعين الأقوياء أحمد مهيب والكرة مع مهيب يلعبها طويلة مهيب عمر عزب خد خطوتين لجوه كان بيلعب له الكرة ولكن خد خطوتين لجوه خرجت الكرة اوت سايد لصالح الجزيرة. بيخرج رميح وبينزل جيزة وشايف تومسون وسيف سمير بيستعدوا للنزول. هيرنج يلعبها لأحمد سامي ناحية الشمال. أحمد سامي لطارق لهيرنج تاني عايز يخلص من ويب ولكن مش قادر وبيلف ويحاول ولكن في سن الحلقة يلمها على طول مهيب. مهيب لإياب أمين عمر عزب بيعدي داخل عزب وبيخترق وطالع وبيصوب وبيسجل وبياخد رمية حرة إضافية. عمل كل حاجة في الباسكت عمر عزب اخترق سجل صوب سجل خد خطأ شخصي برمية حرة إضافية. هيخرج عبد الله ناصر وينزل سيف سمير وتومسون مؤكد هينزل مكان عمر عزب. بيصوب الرمية الحرة بينجح تسجيلها وبيغير بالفعل مكان تومسون. هيرنج ناحية اليمين قافل عليه إياب أمين يسقطها لشعوط ويحاول شعوط ويصوب تخبط سن الحلقة يلمها هيرنج ويحاول يوسع لنفسه تحت الحلقة ولكن أوت سايد على شعوط بتخبط في ايد شعوط وتغرق خارج الملعب. بيقول للكابتن وائل صبح الناحيه الثانيه على طول الكابتن وائل صبح ما بيترططش وبيحسب على طول الاوت سايد على الجزيره. ايهاب يلعبها لسيف لايهاب تاني في نص الملعب. ايهاب لمهيب لايهاب تاني. إياب أمين وبيصوب في سن الحلقة وتطلع فوق وتنزل جنب الحلقة. أحمد سامي ليرينج لجيزة ناحية الشمال. جيزة قافل عليه أحمد مهيب وفي عرقلة للكرة بالقدم بزمن هجمة 14 ثانية. هيرينج داخل وبيسقط الكرة لشعوط وبيحاول شعوط وبينجح في التسجيل بيسجل نقطتين يرفع النتيجة ل 18 الجزيرة 29 الأهلي. تومسون بيلعبها لإياب ناحية الشمال لتومسون تاني في نص الملعب وبيصوب. تومسون بتخبط في سن الحلقة من فوق وترد لأحمد سامي الجيزة. جيزة يلعبها بره لطارق وطارق بيصوب وتخبط في الحلقة من فوق لعمرو الجندي وعمرو هيخترق ويعدي وداخل عمرو ويصوب ويسجل عمرو. 31-18 أربع دقايق 20 ثانية. هيرنج لجيزة
جيزة في نص الملعب يلعبها لطارق، وطارق يسقطها لشعوق، قافل عليه سيف سمير، ولكن بينجح ان هو يصوب خطافية ويسجل نقطتين للجزيرة، يرفع نتيجة 20-31. تومسون لإيهاب أمين، مهيب لسيف تحت الباسكت، أوتسايد أوتسايد على الجزيرة، أوتسايد على الجزيرة، في تغيير، رميح هينزل وهيخرج طارق ممدوح، وفي وقت مستقطع بيطلبه مستر أوجستي المدير الفني للنادي الأهلي. انتهى الوقت المستقطع ونزل لاعبي الاهلي والجزيره الى ارض الملعب. والكوره مع النادي الاهلي، تومسون هيطلع الكوره. يلعبها لسيف لتومسون تاني، وداخل تومسون، ويا سلام يا تومسون. وان تو كده وقف في الهواء وسجل على طول نقطتين، رفع النتيجة ل 33-20. هيرينج جيزة، يصوب جيزة في سن الحلقة، ياخدها أحمد إيهاب أمين، إيهاب لتومسون، تومسون بيقف في الهواء ويصوب ثلاثية. تومسون يا سلام يا تومسون، أول ثلاثية لتومسون، 36-20. الكرة مع الجزيرة، رميح، رميح يلعبها لأحمد سامي، تتخطف منه الكرة، ياخدها على طول أحمد مهيب، أحمد لإيهاب، تضع الكرة ياخدها جيزة، جيزة بيعدي بتضع منه الكرة، شايف مودي نزل بعد الوقت المستقطع، وتومسون بيكعبل كده في كورته ويطلعها خارج الملعب اوتسايد. وقت مستقطع تاني بيطلبه المدير الفني للجزيرة مستر ريكاردو. اوكي
انتهى الوقت المستقطع ونازلين لعيبه ارض الملعب. والكوره لصالح الجزيره، هيطلع الكوره هيرنج لاحمد سامي. هيرنج بيعدي بيقفل عليه ايهاب امين لجيزه، ويقطع الكره سيف سمير، ياخدها تومسون. تومسون لمهيب الناحيه الثانيه لايهاب امين، وايهاب يلعبها لسيف، سيف لتومسون، وتومسون لمودي اللي بيصوب وكاد ان يفعلها. بتدخل الحلقه وسامع كده يعني كل لعيبه الاهلي بتقول اه على الكره دي دخلت الحلقه وخرجت تاني. والاه دي تدل على قد ايه الحب بتاع مودي بين اللعيبه بتاعته، طبعا هو كابتن الفريق. هيرينج شكلها حلو يا مودي. هيرينج بيصوب هيرينج ويسجل، يرفع نتيجه ل 22-36. تومسون تومسون لسه معاه الكوره وفضل 10 ثواني على زمن الهجمه، يسقطها لسيف وسيف يطلعها بره المودي لايهاب، يسقطها تاني لسيف وثانيتين ويصوب في سن الحلقه، ولكن يلمها احمد سامي لهيرنج لعاصم الجندي، وداخل عاصم وخطا شخصي، خطا شخصي بيحتسب الكابتن سامح منصور. هيستوجب رميتين حرتين، حسبوا على سيف سمير هيستوجب رميتين حرتين، ده الخطا الشخصي التاني. بيعيد الكرة تاني عشان سيف كان معدي ياخد مكانه، فبيوقف الكرة عشان ياخد مكانه، بعد كده يلعب من غير ما يكون حد بيتحرك داخل المنطقة المحرمة. هيصوب الرمية الحرة التانية، بينجح في تسجيلها وفي تغيير، هينزل عبد الله ناصر وبيخرج سيف سمير. احمد مهيب بيلعبها لتومسون، تومسون لايهاب امين لمودي لعبد الله ناصر، وعبد الله بيلف، يا سلام يا عبد الله، وخطا شخصي برميتين حرتين. حلو قوي، عبد الله فكر ولف وعمل باك بيفوت وطالع بيسجل، ولكن خد خطا شخصي برميتين حرتين. بيصوب الرامية الحرة الأولى، يصوب الرامية الحرة الثانية. ويلم الكورة على طول أحمد مهيب لمودي، وتصويبة ثلاثية مودي، ثلاثية مودي الجرحي، يرفع النتيجة ل 39-24. وخطأ الشخصي، خطأ الشخصي على تومسون من خارج الحدود. تومسون بيسأل الكابتن عمرو زاهد بيقول له عملت له ايه؟ هيستوجب ادخال الكرة من خارج الحدود. جيزة يطلع الكرة يلعبها لأحمد سامي، لجيزة تاني في نص الملعب لأحمد سامي، سامي لرميح بره وبيصوب رميح في سن الحلقة، يلمها رميح يلعبها بره لهيرنج اللي بيصوب، بتخبط في الحلقة ويلمها على طول إيهاب أمين لعمر الجندي ناحية الشمال. الجندي
بيمشي بكورته، بيعدي تاني، هيخترق ويكمل ولا يرجع؟ بيلعب لتومسون، وداخل تومسون بيصوب ويسجل. تومسون مع اخر ثانية في الشوط الاول والفترة الثانية، يرفع النتيجة ل 41-24. عودة اصدقائي الاعزاء الى استوديو النادي الاهلي والاعلامي المميز نجم مصر والنادي الاهلي الكابتن هيثم السعيد، وضيوفه الكرام نجوم الجيل الذهبي كابتن محمد السلعوي وكابتن طاهر رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا نجم مصر والنادي الاهلي الاعلامي المميز كابتن هيثم السعيد، وضيوفه الكبار نجوم الجيل الذهبي كابتن محمد السلعوي وكابتن طاهر رجب. مره اخرى مشاهدينا الاعزاء، عشاق كره السله في كل مكان وعشاق النادي الاهلي، لكم تحياتي معلقكم الرياضي دكتور وائل ابو العزم، حيث يسعدني ان انقل لحضراتكم الوصف والتعليق على احداث الشوط الثاني بفترتين بين الاهلي والجزيره في إطار مباريات دوري السوبر الجولة رقم 12. انتهت أحداث الفترة الأولى بتقدم الأهلي 17-14، وأحداث الفترة الثانية والشوط الأول بتقدم الأهلي 41-24. على ما ينزل اللعيبة كده أفكر حضراتكم بتشكيل الفريقين، بيمثل الأهلي عمرو زهران، عمر عزب، إيهاب أمين، عمرو الجندي، يوسف سمير، مودي جرحي، محمود وليد عبد المحسن، أحمد مهيب، مايكل تومسون، محمد أبو النصر، عبد الله ناصر، عمر طارق. بيمثل الجزيرة علي خيري، عبد الرحمن الجندي، رميح سامح، إسلام علي، وليد عبد الجواد، دوجلاس بيهرينج، عاصم الجندي، طارق ممدوح، أحمد هشام، مصطفى شعوط، محمد عبد الرحمن جيزة، أحمد محمد سامي. بيحكم لقاء اليوم كابتن وائل صبحي وكابتن عمرو زايد وكابتن سامح منصور، ويراقب المباراه الكابتن وائل عبد الحي، وعلى الطاوله طاوله التسجيل عبد الرحمن جاد الرب، حبيبه بن عيسى، سلمى حمدي، محمد علاء. يمكن قلت لحضراتكم اثناء الشوط الاول ان بيحضر النائب معالي الوزير العامري فاروق، وكان بيحضر المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكره السله، والمهندس هشام الحريري نائب رئيس الاتحاد الافريقي، وايضا كان يحضر احمد ومامادو من السنغال رئيس دوري الانديه الافريقيه، اللي حرص انه ياخد مجموعه من الصور التذكاريه مع معالي النائب. بدانا احداث الفتره الثالثه مشاهدينا الاعزاء، والكره مع النادي الاهلي. تومسون بيعمل له ستار، عبد الله ناصر لابو النصر لتومسون تاني، اللي بيصوب ثلاثيه. تومسون، يا سلام يا تومسون، مايكل تومسون الثلاثيه الثانيه له في المباراه، يرفع النتيجه 44-24. هيرينج هات وخد مع شعوط، وخطا شخصي على ابو النصر. كابتن وائل صبحي على طول بيوقف الكره بسرعه قبل اي محاوله تصويب للدخول في اي جدل، على طول بيصفر مع الحدث وبيحتسب خطا شخصي على ابو النصر من خارج الحدود. هيرينج هيطلع الكره، يلعب على طارق، طارق لاسلام، اسلام علي، يلعب على رميح، تعدي من عبد الله ناصر تروح لرميح، وداخل رميح وبيحاول وبيسجل رميح نقطتين، يرفع النتيجه ل 26-44. اياب امين يقطعها منه وتروح لاسلام علي اللي بيسجل دنك وبيتعلق في الحلقه. 28-44. عمرو الجندي بيعدي الجندي، داخل الجندي وبيصوب وبيسجل الجندي، يرفع النتيجة ل 46-28. رميح سامح بيقفل عليها ابو النصر، يلعبها الهيرنج، هيرنج ماسكه اياب امين لإسلام لرميح اللي بيصوب في سن الحلقة، وعلى طول بيطير على الكرة إسلام علي ويطلع الكرة أوت سايد لصالح النادي الأهلي. محمد أبو النصر هيطلع الكرة، شايف كده
كابتن وائل صبحي بيعاين السله، بيقول انها اتحركت، ومعاوني الملاعب نازلين يظبطوها. وعلى ما يظبطوها كده اقول لحضراتكم برضو المباريات اللي اتلعبت النهارده، ثلاث مباريات، الزمالك وسموحه فاز الزمالك 83-78، والاتحاد فاز على التأمين 96-84، وسبورتنج فاز على المصريه للاتصالات 112-110 بعد 2 وقت اضافي. اما مباراه الاهلي والجزيره طبعا احنا حتى الان النتيجه 46-28، وانتهت كانت مباراه الاهلي والجزيره في الدور الاول بفوز الاهلي 85-66. فرصة برضو نقول لحضراتكم نظام البطولة على ما يظبطوا الباسكت. بعد انتهاء الدور الثاني اللي فاضل للاهلي فيه مباراتين، فاضل مباراة الاهلي وسموحة يوم الاثنين القادم ان شاء الله، والاهلي والاتحاد الاسكندري يوم الجمعة القادم بالاسكندرية. بعد انتهاء الدور الثاني هيتم ترتيب الفرق من 1-8، اللي هي حتى الآن الأهلي والاتحاد 20 نقطة، الجزيرة والاتصالات، الجزيرة 19، الاتصالات 17، سبورتنج 15، الزمالك 14، مصر التأمين 14، سموحة 13. هنكمل مع حضراتكم كده برضو نظام البطولة في أقرب توقف. تومسون قافل عليه طارق ممدوح، يلعبها لإياب أمين، وإياب داخل والزون مفتوح، وداخل إياب وبيسجل إياب، يرفع النتيجة ل 48-28. هيرنج يلعبها طويلة لرميح، رميح داخل بيحاول يخترق وبيسجل نقطتين، يرفع النتيجة ل 30-48. عمرو الجندي، تومسون، الجندي بيعدي الجندي نص الملعب، داخل الجندي وبيصوب بشمال، ولا عبد الله ناصر، وعبد الله بيلم الكره وبيحاول بتمشي على الحلقه يلمها مصطفى شعبط لهيرنج، هيرنج رميح، رميح الناحيه الثانيه لطارق اللي بيصوب في سن الحلقه، لرميح بيحاول يخبطها في عبد الله ناصر ولكن بتعديه وتروح لشعبط ويسجل نقطتين، يرفع النتيجه ل 32-48. تومسون بيعدي نص الملعب، تومسون الناحية التانية لأبو النصر، وتصويبة وخطأ شخصي على إسلام علي هيستوجب ثلاث رميات حرة. خطأ شخصي، شوف كابتن وائل مدي رميتين، كابتن عمرو زايد بيسأله رميتين ولا ثلاثة، قال له لا رميتين، يبقى معناه إن كان أبو النصر دايس على خط الثلاثية أو قوس الثلاثية. بينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى، يصوب الرميه الحره الثانيه، بينجح في تسجيلها، يرفع النتيجه ل 50-32. هيرنج يلعبها الاسلام لطارق ممدوح، طارق لهيرنج، هيرنج بيحاول يعدي، قافل عليها ابو النصر وما ينجحش في التسجيل، يلمها على طول سيف سمير لعمر الجندي، وعمر الناحية التانية إيهاب أمين بيلعبها له بالفعل وبيصوب، إيهاب بتدخل الحلقة وتخرج، حظك يا إيهاب بتدخل الحلقة وتخرج. هيرنج لطارق، وداخل طارق وبيصوب وبيسجل، يرفع النتيجة ل 34-50. تومسون إيهاب أمين، عمرو الجندي، عمرو بيطلب الستار من سيف سمير ولكن سيف بياخد بوزيشن، بياخد مكان ولكن بيلعبها لتومسون، وخطا شخصي على رميح، خطا شخصي على رميح، هيلعب من خارج الحدود. تومسون هيطلع الكوره لابو النصر، ابو النصر بيدور على حد يديله، يلعبها لايهاب امين، ايهاب تحت الباسكت يطلعها بره تاني لابو النصر اللي لوحده بيصوب في سن الحلقه،
ترد على طول لهيرنج، وهيرنج بيبصيها مرتده لعمرو الجندي، وسلوك غير رياضي على طول على رميح سامح. رميح سحبه كده من وسطه كابتن وائل صبحي على طول، ما بيستناش وبيحتسب سلوك الرياضي رميتين وحيازه. كابتن وائل صبحي من الحكام المميزين جدا، وكان الفترة السابقة دي بعيد عن الملاعب لمرض والدته وكانت توفت، فطبعا بنعزيه ولعلها آخر أحزان كابتن وائل، وعاد بعد كده للملاعب تاني وبقوة. بينجح في التسجيل عمرو الجندي وبياخد الحيازة 51-34. عمرو لإيهاب، وإيهاب داخل وبيقف في الهواء ويصوب، بتخبط سن الحلقة يلمها إسلام علي يلعبها لهيرنج. هيرنج بيعدي أبو النصر، قافل عليه قافل عليه أبو النصر، يلعبها بره لطارق ممدوح، وطارق يلعبها لمصطفى شعوط اللي بيصوب في سن الحلقه، يحاول يلمها سيف سمير، ولكن رميح بيقطع الكره وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. في تغيير في صفوف الجزيره، بيخرج طارق ممدوح وبينزل عاصم الجندي. في تغيير تاني، وليد عبد الجواد بينزل وبيخرج هيرنج. تومسون بيعدي، تومسون يلعبها لإياب، إياب بيخترق ويعدي يلعبها بره لابو النصر اللي بيصوب ثلاثيه، ثلاثيه جميله محمد ابو النصر، اول ثلاثيه له في المباراه. 54-34 واربع دقايق 50 ثانيه على نهايه احداث الفتره الثالثه. اسلام علي، عاصم الجندي، وليد، وليد عبد الجواد لرميح اللي بيصوب في سن الحلقه، تحت الباسكت لاسلام ويحاول، ولكن تتقطع الكره عمرو الجندي وثلاثه على اثنين. عمرو يرجع الكره لايهاب، ايهاب بيهدي ملعبه كده وبيطلب تنفيذ خطه معينه، بيعدي ايهاب بيلعب لتومسون لايهاب تاني، ايهاب عايز يصوب وبيصوب ثلاثيه. ايهاب يا سلام يا ايهاب، يا سلام يا ايهاب، ثلاثيه 57-34، ووقت مستقطع بيطلبه المدير الفني للجزيره. انتهى الوقت المستقطع. اعزائي المشاهدين والمتابعين، عشاق كرة السلة في كل مكان وعشاق الفانيلا الحمراء امام قناة النادي الاهلي ولاعبي الاهلي والجزيرة، نزلوا ارض الملعب. رميح هيطلع الكرة يلعبها لوليد،
وليد بيقفل عليه تومسون، بيعدي نص الملعب، بيلعبها لاحمد سامي، احمد لرميع، يقطع منه الجندي الكوره، وداخل الجندي، داخل الجندي، داخل الجندي، يا سلام يا جندي، يا سلام يا جندي، جندي داخل وبيقطع الكوره وبينطلق وبيسجل دنك جميل من اللي بيعجب الجماهير، يرفع النتيجه ل 59-34. خطا شخصي لصالح مصطفى شعوت، هيستوجب رميتين حرتين. خطا شخصي الثاني على ابو النصر. جيزه بينزل وبيخرج رميح، هيصوب الاولى مصطفى شعوت. في سن الحلقه من فوق وبترد، هيصوب الثانيه. قصيرة في سن الحلقة الأمامي وبتروح على طول لإياب أمين. بيعدي إياب، بيعدي إياب، وداخل إياب يلعبها بره لسيف لعمرو الجندي اللي بيصوب في سن الحلقة، تروح لعاصم الجندي. طبعا عمرو الجندي في الأهلي وعاصم الجندي في الجزيرة. ووليد عبد الجواد داخل، وليد وتومسون وهو طالع كده بيجيب الكورة، حاول يعدي منه وليد، فبدل ما يجيب الكرة جاب معاه ايده على طول الكابتن عمرو زاد، احتسب خطأ الشخصي برميتين حرتين. عمر عزب بينزل وبيخرج اياب امين، ومصطفى شعوط بيغير وبينزل لعبد الرحمن الجندي. كده يبقى التلاتة قال الجندي داخل الملعب، عمرو الجندي في الاهلي وعبد الرحمن وعاصم في الجزيرة. ويمكن انا شايف والدهم حاضر في المدرجات، نجم الجزيره برضه حاضر، كابتن شريف الجندي، يعني هو مع مين النهارده الله اعلم. ويا سلام يا ابو النصر، يا سلام يا ابو النصر، باصه جميله بيقودها ابو النصر على طول بينطلق وبيسجل نقطتين، بيرفع النتيجه ل 61-36. جيزه لوليد، ووليد داخل وبيسجل نقطتين، يرفع النتيجه ل 38-61. عمر عزب، تومسون لعزب، وفاضل ثانية، بيعدي قبل الثمان ثواني لعمرو الجندي. الجندي بيعدي، تتقطع منه الكرة، تروح لجيزة، جيزة لعاصم، عاصم لوليد، الناحية الثانية لجيزة، لعبد الرحمن الجندي اللي بيصوب في سن الحلقة، يلمها عمر عزب. عزب يلعبها لتومسون ناحية اليمين في نص الملعب لعمر عزب. عمر لتومسون ناحية الشمال، الناحية التانية لعمرو الجندي، وعمرو داخل على الباسكت، داخل وخطأ شخصي على شقيقه عاصم الجندي. خطأ شخصي عائلي. خطأ شخصي على عاصم الجندي، الخطأ الشخصي الأول. وعمرو الجندي هيصوب الرمية الحرة الأولى. بينجح في التسجيل، يرفع النتيجة 62-38. هيصوب الرمية الحرة الثانية. بينجح في تسجيلها 63-38. بيخرج عمرو الجندي وبينزل محمود وليد عبد المحسن، برضو من الصاعدين من 20 سنة من نادي الأهلي. وليد عبد الجواد لجيزة، جيزة بيقول لعيبته لفوا لأحمد سامي، الجيزة تاني يلعبها لأحمد سامي، وبيصوب أحمد سامي، بيسجل نقطتين أحمد سامي، يرفع النتيجة ل 40 الجزيره 63 الاهلي. تومسون عزب بيعدي نص الملعب، عزب قافل عليه عاصم الجندي، يسقطها لسيف، يا سلام على الباصه الجميله، ومعلش لسه وليد ما سخنش،
محمود وليد عبد المحسن لسه كده ماسخنش، بياخد الكره جميله تحت الباسكت ولكن ضيعها. وليد عبد جواد، احمد سامي، سامي بيخترق وبيصوب في سن الحلقه لما سيف سمير لتومسون، تومسون لسيف بيعدي قبل 8 ثواني، يلعبها لمحمود وليد، تروح لعزب، عزب وفاضل 7 ثواني. الناحية التانية لأبو النصر 4 ثواني، وداخل أبو النصر ويصوب أبو النصر ويسجل أبو النصر 65-40. محمود وليد، وليد عبد الجواد عفوا، وتصويبة من عاصم لأحمد سامي تتقطع على طول، يقطعها محمود وليد، تتقطع منه تاني وأوت سايد على النادي الأهلي. في تغيير، هيخرج أبو النصر وينزل أحمد منيب. وأول صيدة يطلعوا جيزة لصالح الجزيرة. وليد عبد الجواد في نص الملعب بيقفل عليه تومسون، وفاضل 18 ثانية على نهاية الفترة الثالثة و8 ثواني على الهجمة. أحمد سامي 3 ثواني، ثانيتين وتنتهي زمن الهجمة، تنتهي زمن الهجمة. بينجح دفاع الأهلي إنه يحجم هجوم الجزيرة ويمنعه إنه يستغل الهجمة، بتنتهي زمن الهجمة والكرة مع الأهلي وست ثواني على نهاية أحداث الفترة الثالثة. تومسون لعزب، وعزب بيصوب ما ينجحش في التسجيل، وبتنتهي الفترة الثالثة. أعزائي المشاهدين والمتابعين، عشاق كرة السلة وعشاق الفانيلا الحمراء في كل مكان، بتقدم النادي الأهلي 65-40 الجزيرة. دقيقتين راحة ونعود للفترة الرابعة مع حضراتكم لباقي المباراة. عودة مرة أخرى أصدقائي الأعزاء عشاق كرة السلة في كل مكان وعشاق الفانيلا الحمراء إلى أحداث المباراة الرائعة، مباراة الأهلي والجزيرة والفترة الرابعة والتي انتهت أحداث الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 65-40. الكرة مع الجزيرة، جيزة وخطأ الشخصي على عمر عزب. خطأ شخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. جيزة بيعدي ناحية اليمين، يلعبها تاني لأحمد سامي، أحمد سامي بينطلق وداخل وفي سن الحلقة، يلم الكرة على طول تومسون، تومسون يلعبها للجندي، الجندي المهيب اللي بيصوب في سن الحلقة، يلمها جيزة لوليد، وداخل وليد ويحاول ولكن شعوط بيطلع ويسجل دنك بنقطتين، بيتعلق طبعا في الحلقه حفاظا على عمرو الجندي كان تحتيه. 42-65، تومسون يقطعها منه عاصم لاحمد سامي، ليه اسلام علي اللي بيحاول ما ينجحش في التسجيل، يلمها تاني احمد سامي لعاصم، عاصم لوليد، وليد في نص الملعب وفاضل 9 ثواني، يلعبها لاحمد سامي، واحمد بيحاول ولكن ياخدها منه عبد الله نصر. عمر عزب لعمرو الجندي، ايه الجندي، وخطا الشخصي، خطا شخصي على جيزه هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. تومسون هيطلع الكره، بيغير تومسون وبينزل مكانه ايهاب امين، ايهاب هيطلع الكوره، يلعبها للجندي،
الجندي بيلف ويعدي وداخل. يا سلام يا جندي، يا سلام يا جندي، لف وعدى ولكن اعترضوا في الطريق شقيقه عاصم الجندي مرتكبا خطأ شخصي برميتين حرتين. عمرو يصوب الرمية الحرة الأولى. يمكن أنا سامع من هنا عاصم بيقول للكابتن وائل اسأل عمرو هيقول لك مش فاول، ولكن عمرو هنا هو منافس ليك مش شقيقك في الملعب، مش هيشهد معاك. بيصوب الثانية بينجح تسجيلها 66-42. وليد لجيزة بيعدي جيزة يلعب على عاصم وعاصم بيسجل نقطتين للجزيرة يرفع النتيجة ل 44 الجزيرة 66 النادي الأهلي. إياب أمين لعمر عزب، عزب لإياب داخل إياب يلعبها الناحية التانية لمهيب وداخل مهيب ويحاول ولكن ياخد خطأ شخصي على مصطفى شعوط هيستوجب رميتين حرتين. هيصوب مهيب الرمية الحرة الأولى بينجح تسجيلها يرفع النتيجة ل 67-44. هيصوب الرمية الحرة الثانية بينجح تسجيلها يرفع النتيجة ل 68-44. جيزة يلعبها لوليد عبد الجواد، وليد لعاصم، عاصم لمصطفى لوليد اللي بيعدي وبيسجل نقطتين يرفع النتيجة ل 46-68. عمرو جندي يلعب على عزب في نص الملعب، عزب بيروح ناحية اليمين بيرجع تاني على نص الملعب بيسقطها لإيهاب اللي بيصوب في سن الحلقة ويحاول يجري وراها كده يجيبها عمر عزب ولكن بيحجز عليه وليد عبد الجواد وتطلع كرة اوت سايد لصالح الجزيرة. وليد داخل وليد ويصوب وخطأ الشخصي برميتين حرتين. خطأ شخصي على عبد الله ناصر، الخطأ الشخصي الثاني. هيصوب الرمية الحرة الأولى في سن الحلقة ما ينجحش في التسجيل. هيصوب الرمية الحرة الثانية وليد عبد الجواد بينجح في التسجيل يرفع النتيجة ل 47-68. عمرو الجندي طويلة لإيهاب، إياب تحت الباسكت تتقطع منه الكرة يقطعها عاصم وتخرج خارج الملعب اوت سايد. كابتن عمرو زايد بيقول اوت سايد على عاصم. فاضل 16 ثانية على زمن الهجمة وعمر عزب هيطلع الكرة. عزب لمهيب لعزب تاني، عزب بيعدي يلعبها الناحية التانية للجندي، الجندي لمهيب اللي بيصوت بعيد عن الحلقة عبد الله ناصر ويحاول في سن الحلقة تروح للجزيرة ياخدها جيزة، وجيزة داخل وفي سن الحلقة من تحت تروح على طول لإيهاب أمين. إيهاب يلعبها لعمر عزب، عمر بيهدي اللعب لعمرو الجندي في نص الملعب. عمرو داخل يلعبها لعبد الله ناصر تحت الباسكت، عبد الله بيوصل للحلقه ولكن الكوره بتتقطع منه، والعاصم اللي بيسجل نقطتين للجزيره يرفع النتيجه 49-68. عمر عزب مهيب
داخل مهيب وبيصوب، مهيب وبيسجل. مهيب 70 49، وكرة مع وليد عبد الجواد في نص الملعب لجيزة. جيزة تتقطع منه الكرة، ياخدها على طول إياب أمين، وإياب داخل وثلاثة على واحد. عمر عزم، يا سلام يا عمر، يا سلام يا عمر. عمر بيعمل دبل جامب ولكن بيوصل تحت الحلقة، بتخبط سن الحلقة تروح تاني للأهلي. عمرو الجندي، الجندي بيطلب ستار من عبد الله ناصر لعزب، لياب اللي بيصوب في سن الحلقة تروح للجزيرة. وليد عبد الجواد، وداخل وليد وبيصوب في سن الحلقة تروح لعاصم. عاصم لجيزة في نص الملعب، جيزة بيخترق وتتقطع منه الكرة، تخرج خارج الملعب، اوت سايد لصالح الجزيرة. وقت مستقطع بيطلبه المدير الفني للجزيرة. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين، والنتيجه 70-49 لصالح الاهلي، 5 دقائق 20 ثانية على نهايه احداث المباراه. هرن هيطلع الكوره، يلعب الرميح، رميح تتضع منه الكرة، ياخدها سيف، سيف لياب امين. ياب بيعدي على مهله، بينزل ياب، هيخترق ياب، يقف على كرته ويقف ويصوب، تخبط في سن الحلقة، يلم كرته تاني، يلعبها لتومسون في نص الملعب. تومسون لمهيب، وخطأ الشخصي على وليد عبد الجواد. الخطأ الشخصي الأول على وليد عبد الجواد. بينزل علي خيري من الجزيرة وبيخرج جيزة. إياب أمين يطلعها بره لسيف اللي بيجرب حظه وبيصوب ثلاثية. سيف سمير لسه بقول بيجرب حظه على طول بيسجل. سيف سمير ثلاثية 73-49. وليد عبد الجواد بيصوب قصيرة يلمها سيف سمير لياب أمين. ياب بيصوب في سن الحلقة من جوه، يلمها سيف، وسيف تحت الباسكت بيحاول ولكن بتقطع منه الكورة تروح لإيرن، وإيرنج بيصوب وياخد خطأ الشخصي، بينجح في التسجيل وبياخد خطأ الشخصي برمية حرة إضافية. أربع دقايق وأربع ثواني على نهاية المباراة، 73-49. وبينزل أحمد سامي، بيخرج مصطفى شعوط. you
بيصوب الرميه الحره الاضافيه ما ينجحش في التسجيل. هيرن تروح الكره لاياب امين لتومسون، تومسون بيعدي نص الملعب لاياب ناحيه اليمين الناحيه الثانيه، ولكن بيطير عليها وليد يقطع الكره وطويله لعلي خيري يقطعها منه تومسون خارج الملعب اوت سايد. وليد عبد الجواد يطلع الكوره لرميح اللي بيصوب في سن الحلقه من فوق، تروح الكوره على طول لمحمود وليد عبد المحسن يلعبها لتومسون، تومسون قافل عليه علي خيري بيعدي نص الملعب لإياب امين، إياب لتومسون في نص الملعب لسيف سمير وسيف يسقطها. يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال، محمود وليد عبد المحسن بيطير الديفنس لفوق وبيعدي براحته وبيسجل نقطتين 75-51. خطا شخصي، خطا شخصي على مهيب، كابتن وائل صبحي بيحتسب ولا يستوجب ادخال الكره من الحد النهائي. في تغيير هيخرج اياب امين وبينزل ابو النصر. رميح تحت الباسكت بيلف ويحاول ولكن نقطتين، نقطتين 53-75. محمود وليد عبد المحسن داخل محمود ويعني بذكاء كده استشعر الفاول على طول، قام عمل نفسه بيصوب عشان ياخد الرميتين الحرتين. وهنا دايما اللاعب بنقول له اول ما تحس ان في خطا شخصي على طول ايدك على فوق عشان تاخد الرميتين الحرتين. هيصوب الرميه الحره الاولى بينجح بتسجيلها 76-53. بقول لحضراتكم محمود وليد عبد المحسن من شباب العشرين سنه بالنادي الاهلي بيصوب الثانيه في سن الحلقه، ترد على طول ياخدها هيرن، هيرن لعلي خيري، علي بيصوب ما ينجحش في التسجيل، يلم الكره على طول مهيب لتومسون لسيف لتومسون في نص الملعب، ابو النصر لمهيب اللي بيصوب ثلاثيه، مهيب ثلاثيه احمد مهيب. تسع ثلاثيات النادي الاهلي حتى الان، واحمد سامي تروح الكره على طول لتومسون، تومسون بيعدي نص الملعب، يا سلام على البصل سيف، ويا سلام على الخطافيه من محمود وليد عبد المحسن اللي بيسجل نقطتين ووقت مستقطع بيطلبه المدير الفني ريكارد للجزيره. انتهى الوقت المستقطع، وعلى ما اللعيبه كده تنزل بسرعه اقول لحضراتكم احنا كنا بنشرح نظام البطوله بعد نهايه المباراتين بتوع الاسبوع القادم. هيبقى عندنا بعد كده الترتيب من 1 ل 8، الاول هيقابل الثامن والثاني هيقابل السابع
الثالث هيقابل السادس، الرابع هيقابل الخامس، بيست اوف فايف. اللي هيكسب ثلاث مباريات هيبقى الترتيب بعد كده عندنا من واحد لاربعه، الاول هيقابل الرابع، الثاني هيقابل الثالث برضه بيست اوف فايف، واللي هيكسب ثلاث مباريات فيهم هيبقى هيطلع للدور النهائي، وهيلعب بعد كده الفايز مع الفايز على الاول والثاني بيست اوف فايف، والخاسر مع الخاسر على المركز الثالث والرابع. وليد عبد الجواد بيطلع الكوره يلعبها لهيرينج، هيرينج قافل عليها بالنصر، بيعدي هيرينج بيقطعها منه عبد الله، ولكن ترجع لهيرينج تاني، داخل هيرينج وخطا شخصي. خطا شخصي هيستوجب رميتين حرتين على عبد الله ناصر، الخطا الشخصي الثالث. بيخرج رميح وهينزل عاصم الجندي من الجزيره. بيسجل الرميه الحره الاولى هيرينج. بيصوب الرمية الحرة الثانية، بينجح في تسجيلها. وأبو النصر هيطلع الكرة يلعبها لعمر عزب. عزب يلعبها لميدو لمودي. مودي الجرحي في نص الملعب، مودي لعزب الناحية الثانية. وأوت سايد على محمود وليد، وهو بياخد الكرة وجاي يتحرك بيلمس خط الحد الجانبي من الملعب. يبقى اوت سايد على طول. علي خيري يلعب الهيرينج. هيرينج بيقفل عليه ابو النصر. بيعدي هيرينج، بيعدي هيرينج وبيصوب في سن الحلقه. يلمها ابو النصر يلعبها لمحمود وليد لعمر عزب. عمر بيحوط على كورته من عاصم. بينزل على نص الملعب. عمر بيعدي، يا سلام يا عمر، يا سلام يا عمر يا عزب. بيقتحم عمر وبيخترق وبيعدي من الثلاث مدافعين وبيسجل نقطتين وياخد رميه حره اضافيه. 83 65، وفكر حضراتكم بنتيجه اللقاء الاول في الدور الاول كان 85 الاهلي 66 الجزيره. بينجح تسجيل الرمية الحرة الإضافية 84-55، والكرة مع علي خيري. علي الهيرينج في نص الملعب لعاصم، الهيرينج تاني ناحية اليمين بيحاول يعدي يلعبها الناحية التانية لعلي، وخطأ شخصي كابتن عمرو زايد بيحتسبه. هنشوف على مين قراره. خطأ الشخصي على عبد الله ناصر، الخطأ الشخصي الرابع، وفاضل 34 ثانية، يعني الخطأ الشخصي على رقم 34 وفاضل 34 ثانية. بيصوب الرمية الحرة الثانية، بينجح تسجيلها 56-84. وعزب هيعدي، عزب بيقول هنعدي نص الملعب ونوقف اللعب لان خلاص اللعيبه اكتفت بالنتيجه. وبكده بتنتهي المباراه اعزائي المشاهدين والمتابعين عشاق كره السله في كل مكان، وعشاق الفانيلا الحمراء وعشاق النادي الاهلي بفوز النادي الاهلي 84-56. عوده الى استوديو النادي الاهلي ونجم مصر والنادي الاهلي الاعلامي المميز كابتن هيثم السعيد وضيوفه الكبار نجوم الجيل الذهبي كابتن محمد السلعاوي وكابتن طاهر رجب. شكرا لحضراتكم، كان معكم معلقكم الرياضي دكتور وائل ابو العزم، والى اللقاء في مباريات اخرى. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.